حذر محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المواطنين من عواقب أزمة سد النهضة على الأمن المائي وطالبهم بترشيد الاستهلاك. وعن التغيرات المناخية قال الوزير إن ثلث الدلتا معرض للغرق نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان ثلوج القطب الشمالي، مضيفا أن الوزارة انتهت من حماية 120 كيلومترا بالدلتا وتحديد الأماكن الخطرة في الدلتا وشمال سيناء ومرسى مطروح وأبو قير وكفر الشيخ والبحيرة من أجل تخفيف تأثير غرق الدلتا. وفي لقائه مع محافظ الوادي الجديد أكد على أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي لتخفيف الازدحامات بالبرك والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية. في إطار تعامل مصر مع أزمة سد النهضة الأثيوبي وقلق الدولة بشأن أمنها المائي، اتخذ وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي قرارات خلال اجتماعه مع محافظ الوادي الجديد. ومن تلك القرارات وضع الضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية بالمحافظة في ظل قلة الموارد المائية ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم بآبار المياه الجوفية في إطار مساعي الحكومة لحل الأزمة المائية في البلاد. وسيتم تزويد 19 بئرا بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي وبمنظومة رصد آلي للمراقبة والتحكم في تشغيل الآبار عن بعد للتصدي لقضية هدر المياه. وأكد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في تنفيذ مشروعات تنموية. وستسعى مصر لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار واستخدام مقياس الرطوبة في عدة مواقع وربطها بالهواتف المحمولة للمزارعين لرفع كفاءة عملية الري وترشيد استخدام المياه. خطوة الاجتماع تأتي تزامنا مع كثير من التحديات الاقتصادية وأزمات المياه التي تعيشها مصر، فضلا عن النهوض ببعض من الزراعات التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد، ومنها زراعة التمور والنخيل، وهي الزراعات التي تتطلب استنزاف الكثير من كميات المياه. نرحب عبر سكايب من القاهرة بالدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. برحب بك يا دكتور. مساء الخير، أنا أستاذ تامر، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، وكل سنة وأنت طيب. وأنت بصحة والسلامة. أنا سعيد إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. يعني خلينا من خلال الملاحظات كده شايفين إنه في إدارة أزمة أو إحساس بالأزمة، يعني ما كان خلال الكام سنة اللي فاتت يعني محاولات وتحذيرات خجولة من فكرة التغير المناخي واعتباره مش قضية وقتية. اليوم نتحدث عن خطر حقيقي تتحرك له الحكومة بإجراءات فعلية. خلينا نقيم هذه الإجراءات، سواء اللي أعلنه النهاردة وزير الري أو اللي بيتاخد عموما في الفترة الأخيرة، إلى أي مدى شايفه قادر إن هو يخفف من تأثيرات تغير المناخ بأنه بقى أمر واقع يعني. يعني أولا مصر بتتخذ إجراءات منذ سنوات عديدة لسبب رئيسي، وهو زيادة عدد السكان ومحدودية الحصة المائية. الحصة المائية ثابتة بقالها 50 سنة، لما كان عدد سكان مصر 30 مليون، الآن تعدينا 100 مليون بنفس الحصة المائية. إذن هذا كان يتطلب تغيير في أشياء كثيرة، في نمط الري، في نوعية المحاصيل، في الإنتاجية لهذه المحاصيل، في استغلال كل قطرة مياه بتصل إلى مصر، في استغلال المياه الجوفية الموجودة في مصر، في معالجة المياه وإعادة استخدامها مرة واثنين وثلاثة. كل ذلك لمواجهة بالدرجة الأولى عدد السكان المتزايد في مصر. هناك أشياء يعني مستجدة في السنوات الأخيرة، منها مثلا موضوع سد النهضة، وإذا كان هناك تخزين أول ثم تخزين ثاني، واحتمال أن يكون هناك تخزين ثالث أيضا، وطريقة التخزين، هل هناك اتفاق لهذا التخزين ولا لا، وفي أيضا تشغيل لسد النهضة متوقع. يعني إثيوبيا كانت أعلنت أنها تشغل أول توربينين في أكتوبر، وما زال حتى الآن ما فيش أي تشغيل. لم تشغيل التوربينات بطريقة أحادية دون تشاور دون اتفاق أيضا، هذا يعقد الموقف.
بالإضافة إلى ما يثار حول موضوع التغيرات المناخية. والحقيقة التغيرات المناخية لا يحدث في يوم وليلة أو في سنوات قليلة، التغيرات المناخية هذا حدث بيحدث للكرة الأرضية على مدار مئات بل آلاف من السنين، ولكن احنا نحن نستعد. مصر بتقع في منطقة جافة بالدرجة الأولى، مصر الأولى عالميا في قلة مياه الأمطار، وبالتالي ليس هذا بجديد على مصر، واعتماد مصر على المياه التي تأتي من خارج الحدود وليس من المياه الأمطار الموجودة في الداخل. لكن الدعوة إلى القلق، هناك نوعين من القلق، القلق الصحي وهو أن الإنسان يبقى حريص ويعني عنده ترشيد للمياه وعنده وعي كامل لهذا المياه وهذا محمود. أما القلق اللي يبقى فيه رعب وفيه إحباط أن فيه خوف شديد على المستقبل، هذا يعني غير مطلوب على الإطلاق، بسبب رئيسي أن مصر لديها خطوات تم تنفيذها. مصر لديها السد العالي بمخزون احتياطي يقدر أن هو يساعد مصر في أي وقت من الأوقات وفي أي ظروف، سواء كانت هناك جفاف أو في تخزين لسد النهضة دون توافق أو غيره، ما زال السد العالي يعني يمثل صمام أمان بالنسبة للشعب المصري. طيب، يعني موضوع غرق الدلتا والحديث عن أن سلطة الدلتا تقريبا مهدد بالغرق، وده أنت عارف الدلتا يعني مستوطن أساسي أو يعني عدد السكان فيه بالملايين، فبالتالي التحسب لهذه الإجراءات، هل في حاجات معينة ممكن تتعمل تخلي ده ما يحصلش، ولا ده خلاص أمر واقع وإحنا بنتعامل فقط مع تأثيراته إن إحنا نقللها؟ لا، أولا ليس في استطاعة أي إنسان على سطح الأرض إن هو يعني يمنع ارتفاع سطح البحر. هذا ارتفاع سطح البحر بيبقى ده مشكلة يعني على الكرة الأرضية. والحقيقة يعني التغيرات المناخية حدثت على مدار التاريخ الكرة الأرضية يعني عشرات المرات، يمكن في المليون سنة الأخيرة فقط حدث هناك تغيرات مناخية. كان في 9 عصور جليدية وبينهم عصور حارة، نحن الآن في عصر من هذه العصور الحارة الذي لا دخل للإنسان فيه إطلاقا. هذا العصر الحار بدأ من 11 ألف سنة، ما كانش للإنسان أي نشاط في تلك الفترة، ولكن الجديد الآن أن الإنسان أصبح يساعد الطبيعة. إذا كانت درجة الحرارة في الارتفاع حاليا فالإنسان بنشاطه سواء في توليد الكهرباء أو بالنشاط الصناعي بيساعد، فنحن بنناشد الإنسان إن هو يعني يقلل من الانبعاثات الحرارية، لأن الحرارة بترتفع بصورة طبيعية وبالتالي لا يعني لا تحتاج إلى مزيد من، بالإضافة إلى أن هذه الملوثات بتضر بالصحة قبل ما تحدث تغيرات مناخية. لكن الإجراءات اللي يتم عملها في مثلا شمال الدلتا، أولا الإسكندرية موجودة على حاجز صخري مرتفع عن سطح البحر وبالتالي لا ضرر على الإسكندرية في حد ذاتها، ولكن بقية شمال الدلتا بالفعل في مناطق منخفضة وممكن تبقى معرضة ممكن دلوقتي لو احنا هننشئ مدن جديدة مثلا في المستقبل ان احنا ننشئها بعيدا عن هذه المناطق المنخفضة، ان لما يبقى فيه مباني بينتهي عمرها الافتراضي يبقى ممكن نبنيها في اماكن اخرى. عندنا مدن جديدة دلوقتي نختار الاماكن المناسبة لإقامة هذه المنشآت والمشروعات الجديدة، ونترك دي يمكن فرصة ان احنا نترك شمال الدلتا للزراعة فقط دون وجود العمران بصورة مباني. وعندنا يعني مصر احنا لسه عندنا يعني 95% من مساحة مصر يعني أراضي صحراء دون وجود حتى زراعة أو مباني فيها. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. أطلق